العراقيين التحالف الموجودين في قاعده عين الاسد واللي احنا شفناهم استاذ محمد مو امريكان بس مو امريكا مجموعه دول يعني بريطانيا يمكن 500 ترى عندهم اللي ببالك يعني 500 جندي اعتقد ما اعرف يعني اعتقد هالرقم هذا ما ادري يا دوله النمسا 100 فنلندا او شيء شفت اعلامهم موجوده يعني هناك وشفناهم بانهم موجودين من غير دول فهذا الامريكي بس هو ويا ليش يصير التفاوض ويا الاتسيسي وليش ويا الامريكان لان هو القائد تحالف الدولي رحم الله والديك ممتاز جدا.